وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من إسطنبول إلى حيث النساء المرابطات في القدس انطلقت حملة عالمية لدعم صمود المرأة المقدسية في وجه آلة الفناء الصهيونية التي تريد طمس التاريخ وتزوير الواقع وقتل المستقبل الفلسطيني. نحن نساء العالم قررنا أن نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب المرأة المقدسية ضد جميع الانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الغاش، وجميع الانتهاكات تتعرض خاصة انتهاكات في حريتها الشخصية، حريتها الدينية. وجاءت هذه الحملة في 3 لغات وانتشرت حول العالم بفضل الله. الحملة التي تمتد حتى 8 من شهر آذار المقبل ترتكز إلى إطلاق وسم كلنا مريم ونشره بجميع فضاءات التواصل الاجتماعي من أجل إحداث حالة من التفاعل العالمي مع المرأة المقدسية ودعم صمودها والإسهام في رفع الظلم الواقع عليها. وتأتي هذه الحملة لتكون صرخة لكل أحرار العالم وناقوس خطر يدق لكل من يحمل المعاني والقيم الإنسانية، لأنه من يقف مع المرأة ومع الطفل في مدينة القدس فإنه يقف مع نفسه وأخلاقه وقيمه الإنسانية. واسم كلنا مريم ليس نهاية الحملة، إذ هو نقطة انطلاق لإقامة فعاليات ثقافية تتضمن محاضرات وندوات وجلسات حوارية حول واقع المقدسيات، فضلاً عن إقامة فعاليات طلابية تستهدف الجامعات في شتى أنحاء العالم. وتتوج الحملة بفعاليات سياسية وقانونية تتضمن إقامة ورشات مستمرة في سبيل إنصاف النساء المقدسيات ودعوة الأحزاب السياسية لإصدار بيانات تضامن مع المرأة المقدسية وتقديم شكاوى للأمم المتحدة لوضع حد لانتهاكات الصهاينة في بيت المقدس. مريم هي شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم، لأنها تسير وراء المبادئ والقيم التي تؤمن بها ولا تتخلى عنها. لقناة الرافدين الفضائية، فاروق شريف، إسطنبول.